أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في البحث السابق قد وصل إلى ما ذكره المصنف تحت عنوان دلالة الجمع المعرف باللام على العموم. وهذا الجمع كما قال المصنف قد عد الجمع المعرف باللام من أدوات العموم، يعني واضح أنه قد عد، يعني وقع الكلام فيه، ف يعني عد من يعني من الأدوات. وبدأ حديثه في بيان ما يمكن ذكره لتحقيق كيفية هذه الدلالة على العموم من ناحية ثبوتية ومن الناحية الإثباتية. ومن الواضح جدا أن قول الإنسان مثلا أكرم العلماء، هذه التي هي عبارة تدل على وجود نوع من السريان في الحكم والشمول لكل الأفراد التي ينطبق عليها هذا المفهوم الذي يفهم من كلمة العالم. هذا الأمر وقع الكلام في كيفية الدلالة عليه من الناحية يعني من الناحية الثبوتية، من هذه الجهة أنه استفادة إرادة الجميع من الأفراد، هل يكون من ناحية العموم أو من ناحية الإطلاق، باعتبار أنه توجد وسيلتان للدلالة على ذلك. بناء على القول الأول، باعتبار أن دلالة هذا يعني اللفظ على العموم، بناء عليه يمكن أن يقال بأنه هذه الأداة وهي يعني التعريف باللام يمكن عدها من أدوات العموم، حالها كحال أي أداة من الأدوات المستخدمة في الدلالة على ذلك، من قبيل كل وجميع وغير ذلك، باعتبار أنه الوسيلة الدالة على العموم هي هذه الوسيلة، يعني الوسيلة التي لها أدوات يعني أفراد متعددة، ومنها هذه الأدوات اللي هي أداة يعني كل وجميع وكافة وغير ذلك. وربما يفرق يعني بين الجنبتين، يعني بين جنبة الدلالة الحاصلة يعني الدلالة الحاصلة من خلال كل وجميع، وبين الدلالة الحاصلة من من التعريف باللام، باعتبار أن مثل هذه الأداة يكون المعنى الذي تدل عليه نحو المعنى مختلف. يعني دلالة الكل، دلالة كل أو دلالة جميع، باعتبار أن الأصل هو يعني حقيقته حقيقة الاسم، فيكون المدلول هو بالمعنى الاسمي، فاعتبار أنه سنخية بينه وبين. وأما التعريف باللام فهو من قبيل ماذا؟ من قبيل الدال الذي يدل على المعاني الحرفية لا على المعاني الاسمية، باعتبار أنه يدخل ضمن الدلالة الخاصة بالهيئة. طبعا هذا الافتراض الأول. الافتراض الثاني، لا، لو قلنا بأن القضية ماذا؟ بأن القضية الشمول فيها والاستيعاب حاصل لا من جهة هذه المسألة، ولا من جهة أنه يعني دال على العموم، بل من جهة ماذا؟ بل من جهة هذا المدلول الخاص بقرينة الحكمة. قرينة الحكمة تمت في مقام، وبذلك ماذا؟ وبذلك كان الألف واللام دالا على الاستيعاب والشمول من هذه الجهة. عند ذلك يمكن القول بأن الألف واللام أو التعريف بالألف واللام ليس من أدوات العموم، ينفع عنه ذلك كما واضح. طبعا هذا افتراض عقلي كما يقولون. القضية الأصل في هذا أنه بعد الخوض في أنه يمكن عدها من أدوات العموم، المصنف دخل في القضية كما يقول في كيفية الدلالة ثبوتا وإثباتا. أما المقام الأول وهو مقام الثبوت، وهو في كيفية تصوير الدلالة من هذه الجهة، فوجدت تصويرات متعددة، يعني هذه قضية كما يقال قضية تحليلية، فوجدت تصويرات متعددة في هذه القضية، والمصنف اقتصر على ذكر ما يعني على واحد منها كما هو واضح. هذا الذكر الذي أشار إليه هو أن في هذه العبارة التي وقع الكلام فيها وهي كلمة العلماء مثلا، هذه العبارة يمكن باعتبارها أولا جمع، باعتبارها محلات بالألف واللام، هذه العبارة يمكن أن يقال بأن فيها أكثر من دال، وعبر عن ذلك بأن فيها ثلاث دوال.
يعني عبارة العلماء فيها أكثر من جهة لها مدلول، يعني كون جمع هذه جهة، كون معرف بالألف يعني كون يعني هذا باعتبار كون جمع له مدلول خاص باعتباره جمع، وهكذا الهيئة الخاصة به لها مدلول خاص. فيقول كلمة العلماء لها أكثر من مدلول، هذه الجهة اللي هي الجهة الثبوتية. فمن جهة أنه هذه الكلمة وهي كلمة الجمع اللي هي كلمة أو المادة التي استعملت فيها وهي مادة الجمع اللي هي كلمة العالم المستخدمة هنا، أو الكلمة التي استعملت في المقام اللي وقع الكلام فيها وهي كلمة العلماء اللي هو الجمع اللي هو وقع الحديث فيه، هذه لها مدلول خاص باعتبار أن الأصل فيها ما هو كلمة العالم. كلمة العالم اسم جنس، اسم الجنس لوحده كما يقال لوحده لا يدل على شيء، حيادي كما قلنا، ولكنه لو أخذ دون أن يقيد بطريقة ما وبطريقة ثبوت أنه نفي الخصوصية عنه، خصوصية كل شيء، يثبت أن له ماذا؟ أن له شمولا وأن له ماذا؟ وأن له يعني استيعابا. على أقل تقدير نحن لا نريد هذه الجهة، لأنه هذا الكلام يجرنا إلى الحديث عن الإطلاق، لكن بالنتيجة كلمة العلماء أصلها هو العالم، والعالم هو اسم جنس، واسم الجنس يدل على ماذا؟ يدل على ذات الطبيعة. هذا ما نريد أن نثبته أولا، أن كلمة العلماء لأنها أصلها اسم الجنس وهي جمع لاسم الجنس، بالنتيجة فهي تدل على ماذا؟ تدل على ذات الطبيعة. ثم نأتي إلى الهيئة التي عليها هذه الجهة وهي كهيئة العلماء. فمن ناحية الهيئة وجمعها بهذه الجمع وهو جمع يعني جمع العلماء، هذه الهيئة تدل على مرتبة من العدد، لأن معلوم أنه الفرق بين المفرد والجمع بحسب يعني اللغة لا بحسب المنطق، أنه واحد في قبال ثلاثة، واحد يقال مفرد، وفي قباله الجامع أو في قباله طبعا اثنين، لأنه ليس لنا حديث معها، في قباله الجامع وهو ما أقل من ثلاثة أشخاص أو من ثلاثة أفراد. فعندما ننظر إلى هيئة هذا الجمع وهو جمع العالم الذي هو العلماء، سنقول بأنها تدل على مرتبة من العدد، هذا هذه المرتبة من العدد لا تقل عن ثلاثة أفراد، واضح، لأنه هذا أقل الجمع، لأنه في الحقيقة الجمع المنطقي ليس منطبقا عليه، وإنما هذا الجمع الذي هو الجمع المتعارف، الجمع المتعارف لا أقل من ثلاثة يعني أفراد. طبعا عندما يقال لا أقل، هذه كونها أربعة، كونها خمسة، كونها ستة أو غير ذلك، هذا من ناحية الدلالة الأصلية، من ناحية دلالة يعني هيئة الجمع أساسا لا علاقة لها بالدلالة على الأربعة أو الخمس، لكن على أقل تقدير ما يمكن قوله بأنه ما دام جمعا فلا أقل هو ينطبق على المرتبة الأولى وهو مرتبة الثلاثة. الآن لو كان هذا تعبيرا عن أربعة أو خمسة أو ستة أو كل ذلك ليس فيه مشكلة، لماذا؟ لأنه هذا الجمع صالح للانطباق على كل هذه الأفراد، لأنها كلها يصدق عليها ماذا؟ يصدق عليه لفظ العلماء، بالنتيجة ليس هناك فرق. لكن على أقل التقدير هذه الهيئة وهي هيئة الجمع تعطينا ذا مدلولا آخر، وهو أن الفرد الذي ينطبق عليه هذا اللفظ لا أقل أن له ماذا؟ أن له ثلاثة أفراد، ليس أقل من هذا، يمكن أن يكون أربعة لا مانع، يمكن خمسة لا مانع، وذلك معلوم يعني من حيث يعني الوضوح. الأمر الآخر وهو الدال الآخر وهو نفس اللام الذي توجد ماذا في توجد في هذه العبارة، وهي عندما يقال العلماء، هذه اللام الموجودة في يعني في هذه الكلمة، هذه اللام التي ذكرت كأيضا يقولون لها دلالة، ودلالتها على استيعاب هذه الهيئة الخاصة هيئة الجمع، استيعاب لجميع أفراد المادة الأصل التي هذا الذي ينطبق عليه أنه عالم، أي شخص في الخارج ينطبق عليه مادة العالم، فإن هذه اللام تعطينا ماذا؟ تعطينا استيعابا لشموله ماذا؟ لشموله له. من هذا التصوير قالوا بأنه يمكن أن يرى بأن الجمع الذي يكون معرفا باللام دالا على العموم من هذه الجهة، أنه يوجد أصل دلالة ويوجد دلالة على الأفراد ويوجد بعد ذلك
زيادة في هذه الدلالة وهي اللام التي تدل على الاستيعاب الذي هو يعني جميع الأفراد. من هذه الجهة قالوا يمكن عد الجمع المعرف باللام من أدوات العموم بهذه الجهة، من هذا التصوير. هذا التصوير من هنا يمكن لنا أن نقول هذا من الجهة الثبوتية. من الجهة يعني الإثباتية، هذه القضية اللي هي يعني جهة الإثبات اللي هي الجهة المتأخرة، الجهة التي تتعلق بالجهة الإثباتية، وهو أنه يعني كيفية حصول هذا الأمر، يعني كيفية هذه الدلالة، دلالة الجمع المعرف على العموم من ناحية الإثبات، هذا يحتاج ماذا؟ يحتاج إلى إقامة أمرين مهمين. الأمر الأول أنه اللام في هذه العبارة أو الألف واللام كما يقول بعضهم، هذه يجب أن يلحظ فيها جنب وضعية، باعتبار أن الألف واللام هذه يجب أن تكون لها علاقة بالوضع حتى تكون لها ماذا؟ تكون لها دلالة على النسبة، فتكون موضوعة لبيان النسبة الاستيعابية من الأصل باعتبار أنها مرتبطة بالوضع، فيكون هذا تكون هذه دلالة من دلالات الوضع اللي نعبر عنها بالنسبة الاستيعابية. قالوا هكذا إذا كان الأمر هذا موجود، فهذا يلزم منه أن يكون هناك أكثر من وضع، ليس وضعا واحدا. الوضع الأول يعني للألف واللام، وضع الأول يختلف عن الوضع الثاني، وذلك من خلال أنه الألف واللام الداخلة على الجمع على العموم النسبة اللي هي النسبة الاستيعابية، أولا وضع الواضع هذه الألف واللام التي هي تدخل على الجمع للدلالة على ذلك، للدلالة على العموم، هذا نعبر عن دلالة على النسبة الاستيعابية، بخلاف ماذا؟ بخلاف الوضع الخاص فيما، لأنه هذه الألف واللام ليست من مختصات الجمع كما يقولون، ليست من مختصات الجمع، لأن الألف واللام يمكن أن تكون ماذا؟ يمكن أن تكون دالة على ذلك على العموم عندما تكون داخلة على الجمع، أما لو فرض أن الألف واللام داخلة على المفرد فإذا هي تحتاج ماذا؟ تحتاج إلى تعدد وضع. نعم، الآن لو قلنا أكرم الفقير هذه ألف واللام، لو قلنا بأن الألف واللام دلالتها على النسبة الاستيعابية بالوضع، إذن يجب أن يكون للألف واللام وضعان لا وضع واحد. لماذا؟ لأنها عندما تكون داخلة على الجامع دلالتها على العموم يجب أن يكون يعني أنه الألف واللام عندما تدخل على الجامع تكون دالة على العموم، هذا وضع خاص. أما إذا دخلت على العالم واضح؟ يعني يجب أن يكون هناك وضع آخر، أنه هذه الألف واللام لو دخلت على المفرد تكون لها يكون لها مدلول، لكن هذا المدلول ليس ماذا؟ ليس العموم، ليس مدلول الجمع. واضح؟ لماذا؟ لأنه هناك يوجد ماذا؟ يوجد وضع وهنا يوجد وضع آخر. هكذا قال، لو قلنا بأنه الألف واللام دالة على العموم من ناحية الوضع، يعني أصلا الألف واللام موضوعة للنسبة الاستيعابية، فما سنرى بأن مدخول الألف واللام ليس هو الجمع دائما، قد يكون الجمع وقد يكون المفرد. إذا كانت داخلة على الجمع فهي دالة على العموم، إذا دخلت على المفرد فليست داخلة، ليست مفيدة للعموم، لأنه واضح أن المفرد لا علاقة بينه وبين ماذا؟ وبين يعني بين العموم. هنا قالوا بأنه يجب أن يتعدد الوضع، فإنه يعني لو قلنا أكرم العالم هناك فرق عما لو قلنا أكرم العلماء، وقلنا بأن الألف واللام موضوع، فإذا قلنا موضوع معناه أن المعنى الذي وضعت له يجب أن يكون واحدا سواء دخلت على الجمع المحلى أو على ماذا؟ على المفرد المحلى، لا فرق، يعني دخلت عفوا على الجمع أو على المفرد واحد محلته لا فرق. إذن يجب أن يكون لها ماذا؟ لها ماذا؟ يجب أن يكون هناك لها وضع خاص بدخولها على الجمع حتى تدل على العموم، ووضع خاص يعني بدلالتها على غير العموم فيما لو دخلت على المفرد.
هذا الأمر. من هنا قال بعضهم بأنه المسألة يمكن تصوير ذلك لا على أساس، يعني لا على أساس هذا الأمر، باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه القضية لا علاقة له بوضعها، بل القضية يعني هذه الدعوة الثانية، عفوا هذه الدعوة الثانية، القضية لا علاقة لها بالألف واللام من ناحية تعدد الوضع، بل مدخول اللام هو الذي يلعب دورا ماذا؟ هو الذي يلعب دورا. فرق، يعني الفرق ليس في، الفرق ليس في تعدد الوضع، الوضع الذي وضعت له الألف واللام هو وضع واحد، وهو ما هو؟ وهو أن تحدد المدخول، تعين المدخول. هنا عندما يقال تحدد المدخول، تعين المدخول، المدخول ليس واحدا، المدخول قد يكون مفردا وقد يكون ماذا؟ جمعا، أكرم العالم وأكرم العلماء. ما هو مقصودكم عندما تقولون بأن اللام موضوعة لتعيين المدخول؟ فيقولون هكذا، يقولون باعتبار أن اللام إذا دخلت فهي تقوم بعملية تحديد هذا المدخول، وتطبق على ما هو مألوف من صور مألوفة في وعاء الإنسان عندما يتحدث، إنما يأخذ ماذا؟ إنما يأخذ يعني ألفاظه من خلال ماذا؟ من خلال الأفكار التي يحملها، وتأتي هذه اللام لتحدد، لتعين، هذا تعيينا خارجيا، كما في حالة أن يكون هناك عهد خارجي وما شابه ذلك من الأمور. بالنتيجة المدخول الذي هو مدخول اللام اللي هو مثلا اسم الجنس، عند ذلك يتعين على أساس ماذا؟ على أساس أن المراد منه ماذا؟ هذه الطبيعة الخاصة. لما أقول مثلا أكرم العالم، فالمقصود منه هذه الطبيعة الخاصة اللي خاصة بالعالم، فلكن لكل طبيعة يوجد ماذا؟ يوجد تقرر خاص، ذهني خاص بها. فهذه اللام عندما تأتي لتقول أكرم العالم، الذهن البشري يوجد فيه ماذا؟ يوجد فيه طبائع مختلفة، أفكار مختلفة متعددة يعني المتعلقات. فعندما يقال بأنه أكرم العالم، هذه تريد أن تقول مثلا العالم الذي هو المعهود كذا، فتأتي لتحدده، لتعينه، لتحدد من هو العالم. وهكذا الحال بالنسبة ماذا؟ بالنسبة إلى غيره. فيقول هذا نوع من التحديد الذهني للطبيعة، لأن الذهن البشري فيه ماذا؟ فيه معلومات كثيرة. تأتي هذه الأداة عندما تأتي لتقول ماذا؟ لتقول بأن هذا الشيء الذي هو من كما يقال من المأنوسات الذهنية الموجودة في ذهن الإنسان جاء ليحدد من هذا من هذه جميعا. فعندما يدخل ماذا؟ يعني عندما يدخل الألف واللام عليه يريد أن يقول أن هذا هو المقصود دون غيره، فيحدده من هذه الجهة، فيحدد طبيعة من الطبائع الموجودة في الذهن الإنساني، مثلا طبيعة العالم. فيقول عندما نقول أكرم العالم نحدد ما هي الطبيعة التي دخلت عليها من خلال دخول الألف واللام. فيقولون هذا بالمفرد، بالمفرد تحدده يعني تعينه، باعتبار أن هناك أكثر من يعني من شخص يمكن أن يطبق عليه، فهذه تحدد من يطبق عليه فقط. هذا بالمفرد. في الجمع ماذا يحصل؟ يقولون إذا كان المدخول الألف واللام هو الجمع، كما يعني في المقام، باعتبار أن المقام ليس على المفرد إنما المقام على الجمع، فهذا الذي يحصل هنا أنه هذا الذي يحصل هنا باعتبار أن فرض التعين في مثل هذه الحالة أساسا في الجامع موجود، باعتبار نحن عندما نقول بأنه جمعون فهو ماذا؟ إذا قلنا بأنه يوجد ماذا في الجمع تعيين خاص فيه، إذا قلنا فهذه القضية وهي يعني هذه القضية عندما تكون اللام داخلة، فكأنه ماذا؟ فكأنه هذه الأداة عندما تدخل تحدد ما ينطبق عليه هذه العبارة فقط، باعتبار أن الجمع الذي حاصل في الذهن هذا الجمع له ماذا؟ له أفراد. فعندما تأتي هذه الأداة فكأنها تحدد
ما هي المرتبة المطلوبة في هذا المقام، لأنه الآن عندما يأتي هذا الأمر وهو أكرم العلماء فكأنه يحدد مقدار أولئك العلماء المقصودين ماذا بالإكرام في تلك في ذلك الوقت. فكأن دور الألف واللام في هذه القضية هو تحديد المرتبة، لأنه يعني العلماء له مراتب متعددة، فعندما تأتي الألف واللام تكون ماذا؟ تكون محددة ماذا؟ محددة للمرتبة التي ينطبق عليها هذا اللفظ وهو لفظ العلماء. فإذا كان العلماء في ذلك الوقت مثلا عدد محدد، فعندما تأتي هذه القضية فكأنها تقول ماذا؟ تقول هؤلاء العلماء المقصودين، هؤلاء متعددين متعددين، ولكنها تقوم بتحديده. بالنتيجة سيكون هذا النوع من التعيين هو ماذا؟ هو نوع من التعميم، تعميم لكل الأفراد، ولكنه على كل ماذا؟ ولكنه ماذا؟ تحديد بأي مرتبة؟ يقولون تحديد بالمرتبة الأخيرة، لأنه العلماء يعني أفرادهم ليسوا محدودين، ليسوا محددين. عندما تأتي كلمة أكرم العلماء في الوقت الذي سبق هذا القول، ماذا كان العلماء؟ إما كانوا يتزايدون وإما كانوا ماذا؟ يتناقصون، ولكنهم علماء. بالنتيجة عندما تأتي أكرم العلماء تأتي لتقول ماذا؟ لتقول بأن المقصود بالإكرام هي آخر مرتبة. عندما دخلت الألف واللام على كلمة العلماء وقالت وأمرت بإكرامه، فكأنها ماذا؟ فكأنها تحدد المرتبة الأخيرة. فهذا نوع من التعميم، تعميم للأفراد، ولكنها ماذا؟ ولكنه مختص بالمرتبة الأخيرة. فهذا لا علاقة له بكونه ثلاثة أو أربعة أو لا. عندما جاءت عندما جاء هذا الأمر ماذا كان يوجد في هذه الحالة؟ يقول هذه الحالة تحدد ما كان مقصودا في ذلك الوقت. فهذا نوع من التعميم تقوم به ماذا؟ تقوم به الألف واللام. هنا قد يقال كما قال بعضهم، إذا كنا نريد من الأداة أن تحدد، فنحن عندما نريد أن نحدد فالتحديد هذا ليس مختصا بالأداة، لأنه الإنسان لما يريد أن يحدد أدوات التحديد ليست مختصة بالأدوات، يعني الأدوات التحديد ليست مختصة بالأدوات. الإنسان أساسا الطبائع الموجودة في الذهن البشري يمكن أن يحددها ويعينها. فلماذا نحن عندما نأتي للتعيين نستخدم الأدوات اللي هي من قبيل الألف واللام، نستخدم هذه الأدوات؟ فإذا كانت هناك طبيعة يعبر عنها بالعالم هذه الطبيعة، ويوجد عندنا ماذا؟ يوجد عندنا أفراد متعددين، لماذا لا نلجأ إلى التعيين الذي يقوم به الذهن البشري للتحديد ما هو المقصود من هذه، دون حاجة الاستعانة بالأدوات اللي هي الألف واللام أو مثلا كول أو مثلا وهكذا، هاي أدوات التي تستعمل يعني باعتبار الذهن البشري يمكنه أن يحدد، له تحديد ولكنه تحديد ذهني. فلماذا لا نستخدم التعين الذهني بدل أن نستخدم هذه الأدوات؟ نقول والله ألف ولام حددت مثلا المقصود، كل حددت المقصود، وهذه الأدوات لماذا نلجأ لها كما يقولون؟ يقولون في الجواب عن ذلك، هذا الأمر بالنسبة إلى الذهن البشري أمر مختلف. يعني عندما نقول بأنه الطبيعة يحددها الذهن البشري يعينها، طبعا باعتبار أنه بعض الأحيان الناس قد تتوقع أن الذهن البشري عندما تحصل فيه الطباع كأنها تحصل ماذا؟ بطريقة فوضوية. لا، الذهن البشري تحصل فيه عملية تشخيص، تحصل فيه عملية تعيين، ولكن لكثرة ما يحصل فيه يجب ماذا؟ يجب عندما يتحدث خصوصا القضايا التي تكون بينها وبين بعضها اشتراكات، يجب أن يحدد للذهن البشري ما هو المقصود من هذه الأمور التي يعني الكثيرة الموجودة في الذهن البشري. فيقولون بأنه عندما يأتي الذهن البشري ليحدد طبيعة أو ليعين يعني في طبيعة، هذا الذهن البشري في حالة التعيين ليس بحاجة إلى الألف واللام، لأنه عالم الذهن عالم آخر. فعندما يعني عندما يأتي يكون ماذا؟
عندما يكون تعيينا ماذا؟ تعيينا ذهنيا. هذا التعيين الذهني لا علاقة له ماذا؟ لا علاقة له، وبل ليس فيه حاجة إلى عندما يحصل تعيين ذهني، عندما يحصل تعيين ذهني لطبيعة من الطبائع فإنه لا يحتاج في حصول على إلى دخول ألف ولام. نعم هذه يمكن لنا ماذا؟ هذه يمكن لنا أن نستفيد باعتبار أن التعيين الخارجي شيء والتعيين الذهني شيء آخر. فنحن عندما نأتي إلى الذهن هذا التعيين الخارجي لهذه الأشياء كيف يحصل؟ يقولون تبقى فائدة الأداة من ناحية أنه المرتبة التي وصلت إليها أفراد هذا المحلى بالألف واللام لا يحدده إلا زمن دخول هذه الألف واللام ومجيء مثلا الأمر الإلهي مثلا بأكرام هؤلاء، فعند ذلك يحصل هذا الأمر. وهذا التعين الذهني لا يقوم بمثل هذه القضية، خصوصا عندما يكون ماذا؟ عندما يكون هذا الأمر له ماذا؟ له عالمه، وهذا له عالم ماذا؟ له عالم آخر وهو عالم الخارج. فنحن نحتاج ماذا؟ نحتاج إلى بيان المقصود في هذا العالم اللي هو العالم الذي يكون فيه أخذ ورد. عند ذلك ماذا؟ عند ذلك يمكننا أن نقول بأنه تبقى فائدة للألف واللام في دخولها لأنها تحدد المرتبة الأخيرة التي ينطبق عليها ماذا؟ الذي ينطبق عليها يعني ينطبق عليها عنوان العلماء، لأن عنوان العلماء هذا يمكن أن يكون متزايداً يمكن أن يكون ماذا؟ متناقصاً. فعندما تأتي هذه الأداة فتحدد آخر مرتبة كانت فيها كلمة العلماء موجودة، فآخر أفراد انطبق عليهم هذا العنوان يكون عند ذلك يكون تمام. بناء على هذا إذا تمت مثل هذه القضية فعند ذلك ماذا؟ يمكن عد الجمع المحلى بالألف واللام من أدوات العموم، لا مشكلة. أما لو قلنا لا بأنه هاتان الدعويان ليس لهما قيمة في هذه القضية، بل يمكن القول بأنه أساسا هذه افتراضات لا واقعية لها، عند ذلك يمكن ما يمكن اللجوء إلى الطريق الآخر، وهو أنه يقول إذا بطل الطريق الأول وهو إثبات أن الألف واللام من أدوات العموم، يبقى لنا الطريق الآخر وهو إجراء مقدمات الحكمة لإثبات القضية والشمول من خلال ماذا؟ من خلال الإطلاق، من خلال شروط الأدوات الحكمة أو قرينة الحكمة. نقرأ هذا الكلام حتى نصل إلى المبحث الآخر. يقول المصنف قد عد الجمع معرف باللام من أدوات العلوم عفوا من أدوات العموم، ولا بد من تحقيق كيفية دلالة ذلك على العموم ثبوتا أولا ثم تفصيل الكلام في ذلك إثباتا. أما الأمر الأول فهناك تصويرات لهذه الدلالة، منها أن يقال التصويرات طبعا لم يتعرض المصنف لهذه وإنما اختار ماذا؟ اختار تصويرا منها. منها أن يقال إن الجمع المعرف باللام يشتمل على ثلاث دوال وأخرى، سمادي هذه العبارة بها خطأ، لا يشتمل على ثلاث دوال، من قال يعني ثلاث دوال أحدها والثاني الآخر والثالث، الآخر والثالث أحدها الكاتب والأخرى الثانية، ثلاث دوال أحدها مادة الجمع في كلمة أحدها بعيد عن أحدها ولا الأخرى؟ لا أحدها، هاي العبارة نعم وأخرى عبارة خطأ واضح يعني هنا توقفت فيها، وأخرى يعني أحدها، نعم أحدها أول النهاية أحدها نعم. مادة الجمع التي تدل في كلمة أيوة العلماء نعم. على طبيعي نعم. العالم نعم. أحدها مادة الجمع التي تدل في كلمة العلماء على طبيعي العالم اللي هي كلمة العالم الأصل، نعم. والآخر هيئة الجمع التي تدل على مرتبة من العدد لا تقل عن ثلاثة باعتبار الجمع من أفراد تلك المادة من كلمة العالم أو العلماء، والثالث اللام وتفترض دلالتها على استيعاب هذه المرتبة لتمام أفراد المادة اللي هي أقل ليس أقل من ثلاثة أفراد، ويكون الاستيعاب مدلولا لللام بما هو ماذا؟ بما هو معنى الحرف لأنها ليست يعني اسما، ونسبة استيعابية قائمة بين المستوعب وهو مدلول هيئة الجمع والمستوعب، نعم قبل عندهم بها خطا نعم لا كلمه مكتوبه خطا والمستوعب وهو مدلول ماده الجمع، هذا من الداحيه ماذا؟ من الناحيه الثبوتيه. يقول واما الامر الثاني فاثبات، هسه الامر الثاني يعني جانب الاثبات، فاثبات اقتضاء اللام الداله على الجمع للعموم يتوقف على احدى دعوين، يعني على ثبوت احدى دعوين اما هذه او تلك.
الأولى إما يدعى وضعها للعموم ابتداء، يعني الألف واللام موضوعة ماذا؟ للعموم ابتداء بالأصل، بالأصل ألف واللام في اللغة موضوعة ماذا؟ للدلالة على العموم، وحيث إن اللام الداخلة على المفرد لا تدل على العموم، فلا بد أن يكون المدعى وضع اللام الداخلة على الجمع بالخصوص لذلك. فبعد واضح، إما يقال بأنه اللام تكون داخلة على الجامع خاصة بالعموم والتي تدخل على المفرد ليست، إذا قلنا هكذا فإذا يكون ماذا؟ يكون لللام أكثر من وضع، لأنه عندما تكون الألف واللام داخلة على المفرد له ليست لا تدل على العموم، دلالة الألف واللام وضعية أو لا؟ وضعية، فإذا كانت داخلة على المفرد لا تدل على العموم، معنى ذلك أن دلالتها بالنسبة إلى المفرد غير دلالتها بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة للجمع، فيجب أن يكون لها ماذا؟ وضع خاص بالمفرد يختلف عن الوضع الخاص بالجمع، هذا الأول. وإما يدعى لا أنه لا 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 تعدد في الوضع، وضع واحد، وإما يدعى أنها تدل على معنى واحد، يعني موضوعة بوضع واحد في موارد دخولها على المفرد وعلى الجامع، وهو التعين في المدخول على ما تقدم في معنى اللام الداخلة على اسم الجنس في الحلقة السابقة، فإذا كان مدخولها اسم الجنس كما في التعين المدلول عليه باللام، تعين الجنس كما كفى، تعين الجنس كفى في الذي هو نحو تعين ذهني للطبيعة كما تقدم في محل، هذا يكفي في المقام، هذا يقول لعله يكون ماذا؟ لعله يكفي تعين الجنس في التعين، تعين الجنس اللي هو تعين ذهني للطبيعة يكفي في التعين. إذا كان هذا الكلام ليس فيه، إنما الكلام وين؟ الكلام في الجامع، لأن الحديث كل الحديث في الجمع المحلى بالألف واللام. يقول وإذا كان مدخولها الجامع التعين الذهني يكفي فيه، يقولون لا لا يكفي، ولا يكفي التعين الذهني للطبيعة المدلولة لمادة الجمع، وتعين الجامع بما هو جمع إنما يكون بتحدد، حتى الجمع تعينه وإرادة كون جمع يحتاج عن يكون هذا عن طريق من؟ عن طريق الأفراد. بالنسبة إلى المفرد يكفي لأنه طبيعة تكفي، أما بالنسبة إلى الجمع لا، نحتاج ماذا؟ نحتاج إلى الدلالة على الأفراد، فالقضية في الجمع تكون ماذا؟ بتحدد الأفراد الداخلة فيه، وهذا التحدد لا يحصل إلا ماذا؟ إلا مع إرادة المرتبة الأخيرة من الجامع، المرتبة الأخيرة من الجامع اللي هي للدل على العموم، اللي هي تحقق معنى الجامع. يقول لأن أي مرتبة أخرى لا يتميز فيها من ناحية اللفظ الفرد الداخل عن الخارج، بالنتيجة نحن ماذا نقول؟ نقول هكذا، نقول بأنه إذا أردنا أن نتحدث، يعني هذه عندما يتحدث يجب أن يكون هذا معين للمرتبة الأخيرة، لأنها هي التي تساوق ماذا؟ تساوق الدلالة على العموم، أما غيرها لا، لا يمكن أن تقول بمثل هذه القضية، لا ليس فيه دلالة على ذلك. لذلك كأنه ماذا؟ كأنه إذا كانت هذه العبارة، يعني إذا كانت هذه الدلالة أو هذه الدلالة بالنسبة إلى الجمع، فبالنسبة إلى الجمع الأمر أو المناط الذي يتحقق به العموم هو تعدد ماذا؟ تحديد من هم الأفراد الداخلين، وهذا الأفراد الداخلين اللي حدده إنما هو إرادة المرتبة الأخيرة، لأنه بالنتيجة ماذا؟ بالنتيجة هذه المرتبة يجب أن تكون محددة، إذا حددت هذه المرتبة عند ذلك يتحدد العموم، أما غير ذلك فلا يتحدد. فلذلك يقول ماذا؟ بهذا التصوير يمكن أن يقول هذا المصنف، الحقيقة المصنف هنا كأنه لم يدافع عن القضية، لأنه يعني المسألة كأنها ماذا؟ كأنه في القضية تركها ماذا؟ شبه مفتوحة، باعتبار أن القضية يمكن أن تصور على أساس دلالة ذلك، لأنه البحوث الأصولية اللي إلها يعني اللي إلها جنبت متعلقة بفقه اللغة، بعض الأحيان المطالب الأصولية تبقى فيها الكلمة ماذا؟ تبقى فيها الكلمة نوعا ما ماذا؟ قابلة للأخذ وأخذ ورد. فلذلك يقول بناء على ثبوت إحدى هاتين الدعويين يمكن ماذا؟ يمكن إثبات ذلك، سواء قلنا ماذا؟ سواء قلنا بالدعوة الأولى أو قلنا بالدعوة الثانية.
ثم بعد ذلك ننتقل إلى هذا البحث الجديد وهو النكرة في سياق النفي أو النهي إن شاء الله في الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل محمد.